يقول السائل: جزاكم الله خيرا، نحن طلاب نداوم على حفظ القرآن الكريم والحمد لله، وقد صادف أن تعارض وقت جلوسكم حفظكم الله وإلقاء الدرس مع وقت حلقة التحفيظ، فما الأولى، حضور حلقة التحفيظ أم حضور حلقة درسكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأولى الجمع بين الأمرين، تحضرون الدرس وتستفيدون وتؤجلون التحفيظ بعد الدرس، أو تقدمون على الدرس، جعلونه في آخر النهار أو بعد المغرب قبل صلاة العشاء، إما أنكم تقدمون الدرس أو تؤخرونه تحضرون، إما أنكم تقدمون حفظ القرآن أو تؤخرونه وتحضرون الدرس، تجمعون بين الأمرين، هذا أحسن. نعم.